بالنسبه للماتش ديال اليوم الرجاء مع الجيش ديما تيكون الماتش مزيان، تيكون كلاسيكو مزيان. بالنسبه دابا مقاربين في الترتيب، الجيش هي الاولى، الرجاء يلاه لقاو الانسجام ديالهم والجمهور تيدخل تيعمر التيران، غيكون الماتش ان شاء الله زوين. تنتمناو الفوز للرجاء البيضاوي، هذه الاولى ومسيره موفقه للجيش الملكي. ديما رجاء تلمود الميساج للعابة ديال الرجاء، تنقول لهم تقاتلوا معنا كي حنا مقاتلين معاكم. حنايا كنجيو في لي ترونسبور وهما عارفين ومسخسخين وتنضربوا الشمس وكنجيو قبل من الوقت، نبقاو مريحين. بالنسبة للجماهير كاملة ديال المكانة ديال الدار كلشي، تنعمروا التيران، الوراق زادوا غلاو وتنخلصهم بالثمن باش نجيو، خصهم تما يترجلوا معنا كي حنا مرجلين معاهم. هذا الميساج خصهم يسمعوه كاع اللعابة، حنا معاهم، خصهم تما يكونوا معانا، يزيدوا يتقاتلوا وحنا راه معاهم، حنا نساندوهم في اي مدينه في اي قنت بغاو، حنا تابعينهم وراهم. حنا كنجيبوا معانا وليداتنا، تنجيبوا معانا وليداتنا تما مدقوق فيهم الفيس ديال الرجاء، الا خسروا كنمشيو كاعين، الا ربحوا راه كينشطونا معاهم. ان شاء الله الماتش اليوم مربوحه باش ما بغاو بالجمهور باللعب ان شاء الله، والله يدير التاويل كاع الدراري المشدودين ولاد الكروب. شنو تقول للعابة ديال الرجاء؟ كيف نقول لهم ترجلوا معانا وان شاء الله لا فيكتوار اليوم، ان شاء الله بغينا الرباح. هذا الماتش ان شاء الله الرباح، ولاعبين مع الفرق المتصدر البطولة حاليا وان شاء الله غادي نربحوهم. الرجاء كبيرة، اللعابة خاصهم يخدموا ويلعبوا، خاصهم يربحوا ضروري. دابا الناس كاين اللي مشي من مدينة أخرى ياك، وما الورقة ماشي فهمتيني، خاص تمشي شي الواز يخرج اللي ممكنش تخرج في الواز، على الأقل خاص تبقى الواز ولا البيرجي يكون خرجوا منه الوراق. دابا حنايا انت كاع ما لقينا الوراق، هادشي مخلصينه وفي الآخر ما ندخلوش، هذا هو المشكل اللي كاين دابا. وخاص ديما التيكي خاص ضروري يبقى التيشيران يبقى محلول ساعة قبل من الماتش ضروري، حيت هذا مشكل دابا كلشي كيعاني منه. ماتش زوين اللي ربحوه يقدروا يرجعوا ينافسوا على البطوله، هذا هو الماتش الحاسم ديال واش غي يلعبوا على البطوله ولا لا، فهمت؟ حيت هذا الماتش الا ربحوه غيوليو بالمتصدر جوج نقط، يعني ماتش خاصهم يربحوه ضروري. وراه مزيانين غادي مزيان، وراه رجعوا للسكه ديال الانتصارات، ونتمنى والله ما يربحوا ضروري هذا الماتش. صح هو ما بغى يكون ماتش صعب، ولكن الدراري ان شاء الله اليوم غيكونوا في نهارهم وغيحققوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله، غتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. وديما رجاء، الرسالة ديالك للعابة ديال الرجاء؟ أنهم يكونوا رزان في التيران وما يتسرعوش وإن شاء الله يكون خير. الماتش ديال اليوم كنتسناو الصراحة من اللعابة يفرحونا، يلعبوا بلا جرينتا، يعطيو كاع اللي عندهم وصافي. وديما رجاء كنموتوا على الرجاء، هي اللي كاين. للعابة ديال الكرة؟ باش كيبان لكم؟ اللعابة فرحونا وعطيو داكشي اللي عندكم ولا جرينتا. اولا المقابله ديال اليوم فما غاديش تكون سهله مع المتصدر، وما بالنسبه لهم هذه المقابله ان شاء الله راه غاده تكون مصيريه بالنسبه لهم. بطوله خريف ما بقى لهم والو ان شاء الله. كنتمنوا على اننا نحققوا 3 بوان، لان ضيعنا بزاف ديال النقاط في هذا الشطر الاول. نتمنوا هذه المقابله هذه نحسموها بالرباح، كيف ما كان 1-0 2-0 كيف ما كانت النتيجه، مهم 3 بوان ان شاء الله تكون رجاويه ويفرح الجمهور هذا اللي كل من جاي. انا بالنسبه لي جاي من مدينه طنجه حتى لهنا، سامح في داري في عائلتي في ولادي باش نشوف الرجاء ان شاء الله. نتمنى تربح، ما تخيبش الظن ديالنا والظن ديال الجمهور هذا كامل ان شاء الله. ونتمنى المقابله تدوز اجواء رياضيه، يعني كيف ما كانت النتيجه نتمنى ان الجمهور الرجاوي راه هو معروف راقي، ما كنأذي حتى شي واحد، ما كنظلموا حتى شي واحد. وكنتمنى رساله كنوجهها للجماهير المغربيه كامله كافه من الشغب، لاننا كنوسخوا الصوره ديال البلاد ديالنا، وديجا حنايا عطينا واحد الصوره اللي هي جميله على المغرب بصفه عامه رياضيا في المونديال ديال قطر. نتمنى هذا الشيء هذا نزيدوا نزكيوه في المقابلات ديال البطوله ان شاء الله، ونتمنى الخير للفريق ديالي الرجاء البيضاوي، وشكرا لكم. ان شاء الله 3 بوان غادي تكون ان شاء الله. الرجاء بانت ليا دارت مجهود في لي 3 ماتش الاخرين، وان شاء الله يكون خير. كنشكر اللعابه على المجهود اللي داروا معنا ثلاثه، ما كنتمنوا يديروا يحاولوا يديروا ما اكثر، يحاولوا يدعمونا حتى حنا كجمهور تعذبنا بزاف باش شجعناهم باش ربحوا، وبغينا 3 بوان ان شاء الله ونديو البطوله والعصبه حنا كاع. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.